موجودة لاعبة الأهلي ومنتخب مصر بتحقق إنجاز جديد بتصدر التصنيف العالمي لتنس الطاولة للناشئات تحت 15 سنة للشهر الحالي، وبكده بتكون هنا جودة حافظت على التصنيف للشهر الثالث على التوالي، وأصبحت أول لاعبة مصرية وعربية توصل للمركز ده منذ يناير الماضي. هنا جودة لقبت بالمعجزة بعد النتائج المبهرة اللي حققتها قبل كده، وكان أهمها 4 ميداليات ذهب وميدالية فضة في بطولة البرتغال الدولية للناشئات، وبعدها تم اختيار للمشاركة في معسكرات الاتحاد الدولي لتنس الطاولة في تايلاند والصين ولوكسمبورغ، وكمان حققت هنا إنجاز جديد محدش وصله قبل كده في بطولة العالم للقارات للناشئات ببولندا، وخدت في البطولة دي برونزية علشان تبقى أول لاعبة في مصر وأفريقيا تاخد ميدالية في بطولة العالم للقارات. موفقة إن شاء الله دايما يا هنا كده، ومشرفة كرة أو بينج بونج المصري.